السلام عليكم البنات، انا جيت معكم من جديد. جيت نصيب معكم واحد الحريشه اللي تستعمل فيها السميده البيضاء ديال الريجيم كما تتشوفوا، ماشي الصفراء. الصراحه تكون خفيفه، شحال ما كليتي منها ما تتنفخكش، ماشي بحال السميده الصفراء، وصحيه وريجيميه. نيت نصيب فيها شويه ديال المليحه، شويه ديال الخميره ديال العجين، مع شويه ديال الخميره ديال الحلوه، والزيت تنجمع بها شويه وتنجمع بالماء. يلا يعني انا نخوي هاد المقادير هادي باش نخلطها. غادي نخوي الزيت وغنحرك بيدي باش ندمج العناصر ديال الزيت والملحه والخميره. كما تتشوفوا انا دمجت العناصر، دابا غنضيف عليه الماء باش نجمع به. انا تنحرك السميده ديالي مزيان، تنخليها جاريه ما تنخليهاش قاصحه، تنضربها مزيان حتى يدخل الماء مزيان في السميده، ومن بعد تنحطها تشرب وترتاح. هي ارتاحت لينا وشربت لينا ديك الماء كامل كما تتشوفوا، وراني موجده المقله دهناها بالزيت ورش عليها السميده. وغادي نخوي فيها هاد السميده باش نطلقها على المقله. هي طلقات لي مزيان، غادي نحطها على البوطه دابا طيب ونتلاقاو من بعد ما طيب. بالنسبه للحرشه ديالنا وجدات، صراحه تجي هشيشه هشيشه وتدب في الفم صراحه، وريجيميه ما تتنفخش كاع. وسمحوا لي على التقطيع لان جات مع الاذان ديال المغرب قطعتها عشوائيا. المهم انتما تشوفوها، نتمنىكم تدعموني بالضغط على الاشتراك والجرس باش يوصلكم ديما الجديد.